والحمد لله سيدة كانت غادة مزيان الحمد لله. بالنسبة للمقابلة اللي مضات كنا نهز منها خارج الميدان واحد النتيجة اللي مرتفعة، بالعكس الحمد لله جميع اللاعبين ما أثرتش عليهم هذه النتيجة هذه حكم أننا باقيين في البوديوم. طوينا الصفحة ديال البطولة، فتحنا الصفحة ديال كأس العرش، لا ما عندها حتى علاقة بالبطولة المباراة هذه، لأنه النتيجة ديالك كتخليك تخوليك في الدور تمشي في الدور الثاني في كأس العرش. الحمد لله جميع اللاعبين الموجودين لهذه المقابلة هذه، كنتمنى إن شاء الله يكون الحظ في الجانب ديالنا. المقابلة غتكون في الميدان ديالنا إن شاء الله، ما عندناش خيار آخر من غير الفوز باش نبقاو غاديين في هذا المنوال ديال الانتصارات إن شاء الله. هذا الموسم هذا الحمد لله المعنويات لاعبين مرتفعة حكم أننا السنة الماضية كنا درنا أخطاء كثيرة وحاولنا نصلحوا مع السيد ريس الأخطاء هذا العام هذا اللي عطت نتائج إيجابية الحمد لله. الحمد لله جميع اللاعبين عارفين بأنه هذه السنة هذه غتكون استثنائية حكم أن جميع المقابلات كتكون قريبة، خاصنا ناخذوا لي ماكسيموم ديال لي بوان في الشامبيونة ونمشيو بعيد إن شاء الله في كأس العرش اللي هو الفينال إن شاء الله.